شوربه العدس الاحمر. غتقولي علاش درتي العدس الاحمر ما درتيش العدس العادي؟ انا درت العدس الاحمر كبديل للناس اللي كيعانيو من القولون العصبي. الناس اللي كيدير لهم العدس مشاكل في الجهاز الهضمي ما تيقدوش عليه، فهذا بديل ممتاز لهم لان كيتباع ما فيش القشره، يعني القشره هي السبب ديال المتاعب اللي كتحصل الناس ديال القولون العصبي. هادشي علاش بالنسبه للناس العاديين اللي ما عندوش مشاكل في القولون يستعملوا العدس العادي اللي كنستعملوا ديما. لهذه الوصفه غنحتاجو، خديت نص كيلو ديال العدس احمر، ممكن تاخذوا رابعه على حسب عدد الاسره. عندنا درس كبير ديال الثومه، عندنا نص معلقه ديال الملحه، وعندنا معلقه ديال الهريسه. بحالتي الا كان السودانيه غيكون احسن، انا ما عنديش درت الهريسه. وعندنا نص كاس ديال الزيت البلدي والماء. صافي نبداو على بركه الله، نديروا العدس ديالنا مع الماء. نضيفوا الزيت، زيت العود، السكاس، نضيفوا الملحه والثومه والهريسه، نشعلوا البوطه ديالنا، نخليو العدس ديالنا يطيب. ملي غيطيب غنعاودو نتلاقاو باش تشوفوا التكميله ديال الوصفه ديالنا. هنا من بعد مرور تقريبا 25 دقيقه العدس ديالنا ها هو وجد. دابا بقى لينا غادي نطحنوه، بحالتي الا توجد بغاميكسور غنطحنوه هنا، بحالت الا كانت مولينيكس غنخليوه تيترخف وعاد نطحنوه. نطحنوه عاد نردوه يغلى ونقادو ديك الساعه السمكه ديالو. بحالت الا جانا عاقد غنزيدو ليه شويه الماء طايب، المهم تنوصلو للسمك اللي بغينا. صافي وغنقدموه نقدموه بالزيت البلدي والكامون من الفوق. وهذا هو الشكل ديال الشربه ديالنا من بعد ما وجدات. هو نتابعو العدس المخط ملي تنقيو وغسلوه مزيان لان تيكونوا فيه الشوائب بزاف، تتكون فيه الغبار، حاولوا تغسلوه مزيان. صافي هي دابا الشوربه ديالنا وجدت، دابا غنقدموها مع الزيت البلدي والكمون وبالصحه والراحه.